بالمناسبة أنا مش عايز الحكم يحسب لي ضربة جزاء مش مظبوطة، مش عايز الحكم يدي إنذار للعيب مش المفروض يديهوله، لا ادي اللي حضرتك شايفه اعمله كحكم لأن أنت قاضي جوه الملعب، ولكن محتاجين نعلي التركيز شوية، أو محتاجين إن احنا نعلي التركيز لأقصى درجة، لأن الخمس مباريات القادمة فيهم مصير دوري عام ولا نتأثر بأي ضغوط خارجية أو هجوم أو شتايم أو سباب. هو ده اللي احنا عايزينه. أنا عايز حقي كنادي أهلي، أنا عايز الحكم لما ينزل يبقى فير إن هو يحكم اللي للنادي الأهلي يحكمه للنادي الأهلي، واللي للنادي الآخر أو للنادي المنافس في الخمس مباريات القادمة يحكمه للنادي المنافس. هو ده اللي أنا عايزه، أنا مش عايز حاجة تانية. فمن فضل حضراتكم كلجنة حكام، أنا جبت لحضراتكم أربعة أو خمسة من حكام النخبة اللي موجودين في مصر اللي دايما بيحكموا، وأنا متخيل إن الأربع حكام الكبار دول موجودين وهم من أفضل الحكام، أنا متخيل إن هم من أفضل الحكام اللي موجودين في مصر، ولكن عندهم أخطاء ضد النادي الأهلي، عندهم أخطاء ضد النادي الأهلي. يا كابتن جهاد عايزين تركيز لو هتحكم مباراة قادمة للنادي الأهلي، يا كابتن صباحي عايزين تركيز لو في هناك تحكيم للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية أو لغيره بالمناسبة، لأن في فرق النهاردة في خمس مباريات بتتلعب فيهم فرق قد تهبط إلى الدرجة الثانية أو تظل في الدوري الممتاز، وبالتالي كل ما نتمناه خلال الفترة القادمة هو العدالة التحكيمية فقط لا غير. النادي الأهلي سيظل أحد الأندية الوطنية أو أهم نادي في مصر خلف كل ما هو وطني، وهنفضل واقفين خلف كل ما هو وطني على الرغم من اللي بيحصل وعلى الرغم من خسارتنا الدوري في 2015 بسبب بعض هذه الأخطاء، لكن يظل دائما النادي الأهلي خلف حكامه المصريين. فده كان الموضوع الأول اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم.